ازاي نواجه القلق من الحياه والخوف من المستقبل، واحنا خلينا متفقين كلنا بدرجات متفاوته عندنا حته الخوف من بكره ده، واحنا داخلين سنه جديده الناس بقى كل واحد وانا بشوف ده شيء ايجابي على فكره، اني قاعده اشوف عملت ايه السنه اللي فاتت، حققت ايه، حققت يعني منه نسبه قد ايه، المفروض اعمل ايه السنه الجايه، يبقى عندي كده اجنده بالقرارات اللي المفروض اعملها في السنه الجديده. لكن وانا بعمل كل ده وانا بحاول اكون شخصيه ايجابيه وعندي روح تفاؤليه للسنه الجديده، بيبقى عندنا حته كده خوف من المستقبل، المفروض اواجهها ازاي؟ طيب هو احنا الخوف من المستقبل ده حاجه طبيعيه زي ما حضرتك قلتي، ولكن هو القلق بشكل عام او الخوف يبقى حاجتين، يا قلق مرضي اللي هو مبالغ فيه، قلق يعجز الشخص، او قلق بدرجه بسيطه يخلي الشخص يشتغل اكتر. على حسب، لو القلق مرضي يعجز الشخص يبقى محفز ليه يعني؟ ما ساعات القلق زي ما بقول لك بيبقى محفز، او قلق بدرجه كبيره يبقى قلق مرضي يعجز الشخص. لا مش وسواس قهري، يعجز الشخص. زي ايه؟ زي واحد عنده امتحان وهو قلقان جدا من الامتحان بتاع بكره، من كتر القلق قعد يرجع وما راحش الامتحان اصلا، تجنب الامتحان. هنا القلق اتحول من فير عادي لانكزايتي، والانكزايتي اتحولت لفوبيا لدرجه انه حصل افويدنس، كلمه فوبيا او رهاب تعني تجنب الموقف اصلا. فلو القلق زاد وتحول لفوبيا اللي هي بتخليني اتجنب المواقف، هنا في مشكله. لكن لو القلق عادي في الدرجه الطبيعيه فهو بيحفزني ان انا ابذل مجهود اكتر واشتغل اكتر. فعلى حسب شخصيه الفرد بقى، في اشخاص بتكون عندها القدره على انه تنتج مع القلق، فتلاقي انه مذاكرته يوم الامتحان زادت بشكل كبير، لانه هنا بقى في قلق. حتى في الماتشات تلاقي اللعيبه في اخر 10 دقائق جابوا جون عشان هم شدوا حيلهم في اخر 10 دقائق في الماتش، عشان القلق ان الماتش ايه هيخلص. هي الفكره دي طول الوقت موجوده. وفي قلق بقى يعجز، تلاقي في لعيبه في نهايه الماتش مش عارفين يكتبوا حاجه، مش عارفين يجيبوا جون، او طلبه في نهايه الامتحان مش عارفين يكتبوا حاجه، خلاص الورقه موجوده قدامهم وهو الافكار كلها ضربه في بعضها، فمش عارف يكتب اجابه سؤال. طيب يا دكتور، رساله منك للاسر المصريه، للاطفال المصريه، واحنا داخلين سنه جديده، يعني اي روح المفروض نتحلى بيها واحنا في سنه داخلين على سنه تبدو انها مش سنه سهله برضه؟ حلو. مستقبلنا بيد ربنا في الاول وبعدين بايدينا في الاخر. يعني اللي هتعمله هتلاقيه، فسيبك من حكايه الابراج وسيبك من القصص الوهميه وانك تجري ورا سراب، وركز في انك تبذل المجهود المناسب. ربنا بيقول كده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ده وعد ربنا لينا. اشتغل بجد هتلاقي نفسك بتكسب وبتنجح وكل حاجه انت عايزها بتحصل. تكاسل واتكل على حكايه الابراج او على اي حاجه تانية هتفشل كالعاده، ودي حجه الفشل اغلب الوقت. انه البرج بيقول لي انه انا السنه دي مش ده مش حظي، السنه دي مش بتاعتي.